لما تنظر إلى كربلاء اللي هي بقعة من بقاع الجنة، تلاحظ القباب اللي تحتضن القبور الشريفة وتشعر بالخشوع. ولكن من تستحضر يوم عاشوراء وواقعة الطف، راح تتخيل موقف الإمام الحسين عليه السلام وكل مكان وقف فيه الإمام. في مكان من هذه الأماكن اللي بكربلاء وقف الإمام الحسين عليه السلام من أجل موضوع جداً مهم. الإمام الحسين عليه السلام طلب أن يلتقي بعمر بن سعد بعيد عن المعسكر، وما كان معه غير فقط أبو الفضل العباس وعلي الأكبر عليهم السلام، وعمر بن سعد كان معه ابنه أو شخص آخر. برأيك ما هو هذا الموضوع المهم جداً؟ الإمام الحسين سلام الله عليه قال لعمر بن سعد: ويحك، أما تتق الله الذي إليه معادك وتقتلني وأنا ابن من علمت؟ يا هذا، ذر هؤلاء القوم وكن معي، فإنه أقرب إلى الله. الإمام الحسين عليه السلام يريد يلقي الحج على عمر بن سعد، يريد يستنقذ من نار جهنم، من اللعنة. ماذا كان رد عمر بن سعد؟ قال: أخاف أن تهدم داري. الإمام سلام الله عليه قال: أنا أبنيها لك. قال عمر بن سعد: أخاف أن تأخذ ضيعتي. بستانة، يعني عمر بن سعد يريد يقتل الإمام لأن خايف على بستانه، على ضيعته. أي تفكير هذا؟ الإمام قال: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز، يعني أنطيك أفضل منها. لاحظ صبر الإمام وحلمه وكرمه وسخاءه. عمر بن سعد قال: إن لي عيال أخاف عليهم. الإمام قال: أنا أضمن سلامتهم. يعني الإمام مستعد، وهو ومن معه من أصحابه وأهل بيته يحامون أولاد عمر بن سعد اللي هو عدوه، من أجل ما يدخل إلى نار جهنم ويبتلى بقتل الإمام الحسين عليه السلام. أي رحمة هذه، أي عظمة، أي جمال روح وقلب هذا. ونلام على حب الإمام الحسين؟ لا والله، نبقى نحب الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت سلام الله عليه. المهم، بعد هذا الموقف المشرف من الإمام الحسين، كيف كان رد عمر بن سعد؟ سكت، ما تقبل الموضوع، ما راضي. لأن يزيد وابن زياد عرضوا عليه ملك الري، عرضوا عليه مناصب. الإمام الحسين لاحظ أنه هذا الشخص فقط يتحجج وما ممكن أنه يقتنع أو يقبل. قام ودعا على عمر بن سعد وقال: ما لك ذبحك الله ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك، وإني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. بر العراق يعني القمح، يعني خبز، يعني أنت ما راح تعيش بعدي إلا القليل. شخص يدعي عليه إمام زمانه أو رجل صالح، أيا كان هذا الرجل الصالح، مفروض يخاف، يرتجف قلبه. عمر بن سعد يسخر، قال: يا أبا عبد الله، في الشعير عوض عن البر أو البور. يعني إنه إحنا ممكن ناكل شعير إذا ما وجدنا البور. يسخر من الإمام، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى جعلت من المختار الثقفي يقتل عمر بن سعد بعد فترة قصيرة من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. وشنو صار بعدين؟ ما حصل عمر بن سعد على أي منصب، ويزيد ما وفى بوعده وما أعطى ملك الري. بالتالي عمر بن سعد اللي تحجج بكل هاي الحجج خسر آخرته، خسر دنياه. لما بعض القرارات اللي تكون فيها مصالح دنيوية وتكون خطأ، قد الإنسان يخسر آخرته وقد يخسر حتى دنياه وما يحصل على شيء، مثل ما صار ويا عمر بن سعد. ولكن إحنا اللي نحب الإمام الحسين،
واللي نعشق الإمام الحسين، واللي أملنا أنه الإمام الحسين يشفع لنا بالآخرة. ما ممكن أن نترك الإمام الحسين وهو حبيب قلوبنا وشفيعنا إلى الله. الإمام الحسين هو الأب الرحيم اللي يحتضن محبيه وشيعته، هؤلاء الزائرين من كل حدب وصوب من العالم كله يأتون حتى يكونون تحت ذراع ورحمة الإمام الحسين عليه السلام. لأن كل هاي الرحمة اللي حتى من أجل عدوه وإنه يستنقذ من نار جهنم، أكيد مع محبيه أو شيعته رح يكون أرأف وأحب وأرحم. احنا ما نقول غير بس احنا غير حسين، احنا غير حسين، ما عندنا وسيله.